أول شيء طال عمرك عندي سؤال هو بسيط وجميل ولطيف كفقرتك الجميلة. الله يبارك فيك. السؤال هو يقول ما هو رأيك بالشخص الذي يحاول مفاوضة متسابقين كاريزما ليأخذهم إلى قناة ثانية؟ حلو. هذا سؤال مين ومين؟ مين ومين؟ يا منين؟ والله هذا سؤال نايف ثامر. لا صحيح. هذا سؤال نايف ثامر. وحصلنا موقف صراحة الأيام الماضية. عوتب هذا الشخص عتابا شديدا ولا نذكر اسمه احتراما له ولمكانته ولمكانته الشخصية عندي وكذلك مكانته الإعلامية وحب الناس له وحب له الشخصي، ولكن أخطأ وجل من لا يخطئ. يعني أتى من قناة أخرى فبدأ خلف الكواليس يهمس في أذن هذا ويكلم هذا ويغمز على هذا وسأتي لكم بالعقود وراح أكلم أجيب لكم العقود الأيام هذه. طبعا هو نظاما وقانونا ممنوع لأنه لا زال المتسابق تحت ظل القناة والكيان قناة الواقع الفضائية، وقناة الواقع من أخرجتها وأبرزتها وأظهرتها أمام الناس، فيكن المفروض المتسابق يكن كل الاحترام والولاء للكيان اللي أظهره وجعله يعني يكون موجود. أنا في بداية العقود لما كلمني القانوني والمحامي قال لي يا ناصر خلنا نكتب شرط على المتسابقين في حال أن انتهى البرنامج و أنه يروح لأي قناة ثانية ممنوع، لازم يكون 3 سنوات 4 سنوات تحت ظل قناة الواقع الفضائية. أنا قلت له لا، اترك الرزق للجميع الله يبارك لهم، والله هذا شهد حقه والطلال يشهد. قلت اترك الرزق للجميع والله يبارك لهم يرزقهم. يعني لما يكون عندنا مثلا 3 برامج في السنة، عندك 90 متسابق أو 100 متسابق، لما بتكوش على خلق الله وتسوي نفسك الذيب والكيان الخطير اللي بتمسك الناس ما يشوف رزقهم ولا حتى قانونه مخالف، إن لم تعطي الشخص راتب، احفظوها عشان بكرة تعرضوني عليها، إن لم تعطي الشخص راتب وأنت تكتب في القانون عليه في العقد عليه بأنه ملزم عقد 2-3 سنوات فهذا خطأ قانوني وهنا ثغرة. سلام. إذا تقول لا تروح القناة الثانية عطى راتب الله لهينك شغلة، إيه عطى راتب يجلس معك، ما تعطي راتب خليه يمشي. فأنا رفضت أنه يكتب في العقد بعد البرنامج مثلا الآن المتسابق مع القناة لا يحق لأي متسابق يروح لأي كيان ثاني يوقع مع أي كيان ثاني لأنه تحت ظل البرنامج. بعد ما ينتهي البرنامج إذا قناة من القنوات كلمت المتسابق يجي المتسابق عند القناة الواقع لها الأولوية مثل ما موجود في العقد، يا قناة الواقع تحتاجوني لأن في قناة ثانية كلموني، قناة الواقع يقول لا شكرا لك الله يوفقك خلاص هنا انتهت مسؤوليته قانونيا يروح، إذا قناة الواقع قال لا احنا نبيك خلاص فأنت أيوة تفعلك راتب وتكون متواجد معي بس. طيب أبو عبد الله عند سالم الشديع ثم عند حشر، بس قبلها هل صحيح ان البارحه محمد الرزق استلم مبلغ